منتخب المغرب المحليين، وهو واحد من الناس او واحد من المدربين اللي اكتشفوا وليد ازار وضموا طبعا لمنتخب المحليين ثم نادي الدفاع المغربي، طبعا الدفاع الجديد المغربي. كابتن جمال مساء الخير على حضرتك. كابتن مساء الخير كابتن فاروق، مساء الخير المتابعين والمستمعين. تحياتي لحضرتك. يمكن كلامنا على وليد، لو حضرتك كنت بتستمع لينا، يعني وليد من اللعيبه المميزه المتميزين بشكل ما في تحركاتهم، لكن بيواجه زي ما بنقول حظ سيء مع النادي الاهلي في الجزء التهديفي. يمكن راي حضرتك ايه، خصوصا ان انت واحد من الناس اللي اكتشفتهم كابتن؟ بطبيعه الحال انا تابعت مباريات يلعبهم وليد مع الاهلي منذ انتقاله لمصر. أظن أنه وليد لاعب مميز، عنده مؤهلات كبيرة، ولكن لازم نعطيه فرصة ونعطيه وقت باش يتأقلم مع الأجواء، لأن وليد السنتين الماضيتين حصل عنده تطور كبير في المستوى. تمام. وطلع على المنتخب الأول. الجميع يعرف ان ما يمكنش لاعب يدخل على المنتخب الاول لما عندوش مواصفات لاعب دولي ولاعب مميز. صحيح. وفي في رونار اخذوا معاه واعطاه فرصه واظهر هيلات كبيره في الضغط على الخصم، في خلق فراغات الاصدقاء ديالو الزملاء ديالو، في تسجيل اهداف لانه مميز عن طريق الراس وكذلك التحرك ديالو، فهي تحركات جيده بالنسبه للمهاجم، مهاجم اللي صغير السن. اظن انه لما انتقل للاهلي هذه اول تجربه له في عصبه الابطال. تمام. وبالتالي اظن انه في المباراه ديال الترجي سجل هدفين، هذا شيء مميز انك مباراه من مباريات دوري عصبه الابطال تسجل هدفين، ولكن ظن انه جمهور الاهلي والمحبين النادي الاهلي دائما يطلبوا اكثر، هذا شيء مفروغ منه ومعروف، لان الجماهير تحب الفريق ديالها ينتصر ويحقق الانجازات. لكن انا عن ان وليد حيكون عنده مستوى كبير. هو عنده دائما شجاعه، لان لو 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 في لاعب اخر اظن انه ما يعمل تحركات يعملها وليد امام النجم. صحيح. لو كان لاعب ما يخاف ما يروح واحد ضد الحارس. تمام. يلعب على ياخذ الكره ويسلمها للاصدقاء ديالو وهو ما ياخذ مسؤوليه. هو لاعب عنده شجاعة، عنده ثقة كبيرة في المؤهلات ديالو. أظن أنه مسألة وقت، لأن كذلك لازم أنت تعرف أنه وليد بعد نهاية ديال الموسم في المغرب انتقل ولعب مع المنتخب الأول ضد الكاميرون، ثم بعدها انتقل ولعب عصبة كأس العرب مع الأهلي، وبعدها لعب الابطال مع الاهلي. صحيح. بان لعب مع المنتخب الاول يعني مستوى عالي، ثم انتقل بكاس العرب مع الاهلي، ثم لعب بطوله الابطال، فنظن بان هادو كان عليه ضغط كثير فتره وجيزه. طيب كابتن جمال، خليني اسالك، هل انت على تواصل مع وليد؟ هل في تواصل ما بينك وبينه؟ يعني نصائح كابتن جمال بيديها لكابتن وليد، خصوصا يعني ان هو لاول مره بيبقى موجود بره بلده، موجود في فريق قوي زي النادي الاهلي، مطالب دايما باستمرار المكسب يعني. انا دايما اتواصل معاه عن طريق الواتساب، ارسل له رسائل ويرد علي دايما، واشجعه واحثه على المواصله، لان هذه فتره يمر منها جميع اللاعبين. اللي طبعا تكون اول مره يحترف لاعب، لازم يمر من مرحله كهذه. انا ورحلت لتركيا لبشيكتاش، فريق كبير، ضغط كثير، جماهير دائما، حتى في التمارين تجي تشوفك وتبغي انك تكون مميز، وبالتالي هذه اشياء يمر منها اي لاعب، ف
اول فتره الانتقال ديالو، لان لازم تاقلم مع الاجواء، خاصه ان لما فريق كفريق الاهلي تاريخه بنجومه بتعطش الجماهير لازم وقت للتاقلم. واظن ان وليد ان شاء الله يكون في المستوى وجماهير ان شاء الله، لان في هذه فتره مهمه المستقبل، وانا اتنبأ له ان شاء الله بمستقبل كبير. كابتن، يمكن يعني السؤال اللي ممكن انا بشوفه، هل ممكن استبعاده من المنتخب الاول المغربي اثر بشكل ما على وليد، ولا راي حضرتك ممكن يكون عكس ما انا بتكلم؟ بالنسبه لي وليد لاعب يعرف انه المدرب سيد إردورنار دائما مع اللاعب الجاهز، لاعب اللي يكون من الناحيه النفسيه، من الناحيه التباري ممكن يعتمد عليه. اظن انه وليد بعد المباراه ديال الترجي كان في اخبار على اصابته، هذه الاشياء اللي خلاته انه يفكر حتى انه يخليه مع فريقه، لان هذه فتره مهمه ليه للاندماج، لان لو اخذوا مره اخرى بالنسبه لانتقال لاعب على فترات ويخرج من محيط النادي لازم هذه تاثر عليه، لازم انه يبقى مع الفريق ديالو، ياخذ فتره تاقلم، يعيش الثقه ديالو، يعيش الاجواء ديال النادي، باش هذا الشيء كله يساعده في تاقلمه. واظن ان وليد دائما على عين إردورنار في اي وقت ممكن ينادي ان شاء الله. طيب كابتن، يمكن كلامك بقى اللي ممكن تقوله لجماهير النادي الاهلي بخصوص وليد، وان لازم يعني كابتن انت حضرتك واثق في امكانياته الكبيره، يعني بتقول ايه لجماهير النادي الاهلي والجهاز الفني النادي الاهلي بخصوص وليد؟ بالنسبه لجماهير النادي الاهلي اظن انه عندهم فريق في المستوى، لازم يثقوا في هذا اللاعب لان لاعب مميز، لاعب عنده مؤهلات نادره. ان شاء الله اتمنى في المباريات المقبله انه يسجل باش الجماهير توضع ثقتها اكثر فيه، والمدرب ديالو اظن ان المدرب اتكلم عليه بشكل جيد كابتن حسام البدري الصراحه. سيد حسام البدري لما حرص على انتداب وليد، ما اظنش انه حرص على انتدابه من فراغ ولا تبعوا مباراه صحيح، لانه كان تتبع، راى تسجيلات الوليد، عارف نقاط قوه ديال الوليد. اظن انه مساندته لهذا اللاعب واشرافه ليه هذا دليل على انه يثق فيه. لازم وقت، واظن انه الوقت ان شاء الله صالح النادي، لان صحيح. هذا مكسب النادي صحيح، لاعب صغير في السن، لاعب دولي، وان شاء الله صحيح كما التجارب السابقه، لان اظن اللاعبين اخرين مروا من هذه الفتره، هذه وليد ان شاء الله يمر من هذه الفتره، ويقال انه مر من النادي الاهلي في تاريخ مشوار ديالو الرياضي ان شاء الله. كابتن، اخيرا كابتن، معايا كابتن احمد ابو مسلم، هو نجم مصر ونجم النادي الاهلي، وكان محترف في الدوري الفرنسي والدوري البلجيكي، حابب بس يسال حضرتك سؤال مع حضرتك حالا اهو. اتفضل كابتن جلال. مساء الخير. مساء الخير. كابتن جلال، متهيألي المشكلة بتاعت وليد، لو جينا نتكلم بتاعت وليد أزارو، متهيألي اللي هو ما عندوش كونفيانس الفترة ديت، دي أول حاجة. والتاني حاجة اللي هو عنده مشكلة اللي هي الباد شانس، ما بيشتغلش كتير، المشكلة مع النادي الأهلي. أنت عارف اللي هي مش يعني مش صعب اللي تلعب في نادي كبير زي النادي الأهلي، فالفرص الأوكازيون بيجي له بيبقى صعب شوية، يعني الناس كلها مش الجماهير كلها مستنية حاجة زي كده، فمتهيألي هي ممكن عنده اللي هي الكونفيانس عنده مشكلة فيها متهيألي. كابتن أظن إن هذه مسألة تعالج مع الوقت، لأن أنت لعبت في دوريات مختلفة، وأنت أدرى بالنفسية، خاصة الفترة الأولى اللي انتقلت من دوري المحلي لدوري آخر، أنت عشت هذه الفترة. أظن أن المساندة ديال المدرب، المساندة ديال الإداريين، المساندة ديال اللاعبين واقرب الناس اليه مهمه جدا، لان انت لما تدخل ارضيه الملعب الجمهور هو في المدرج، لكن اللاعبين المحيطين بك لو كان فيه تحفيز، لو كان فيه تشجيع،
لو كانت في حركات مساندة، أن حتى فترة الفراغ لو كانت حتى تتقلص أكثر، وهذا مهم جدا، لأن وليد مكسب الأهلي ممكن يعطي دفعة كبيرة للأهلي ويعطي إضافة كبيرة، وهذا كله يرجع الجميع بالخير، لأن أظن أن في لاعبين مميزين عند الأهلي، عندهم تجربة، عندهم مكان عند الجمهور، عندهم قيمة في أرضية الملعب. أظن أنهم هم السند الكبير لهذا اللاعب في الفترة هذه. كابتن جمال، يمكن بنبارك طبعا لمنتخبنا الوطني منتخب مصر وصول كاس العالم، ان شاء الله نتمنى المنتخب المغربي ان شاء الله فاضل له مباراه صعبه، انا عارف انها مباراه صعبه امام منتخب كوت ديفوار، لكن طبعا نتمنى يبقى المنتخب العربي طبعا بالاضافه للمنتخب التونسي ايضا ان شاء الله الوصول لكاس العالم. كابتن جمال بامر الله. انا اهنيكم واهني نفسي واهني جميع العرب وجميع المسلمين على تاهل المنتخب المصري، لان المدة هذه ما تأهلوا، وهذه تتويج السنوات التألق. أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، لأن عندهم منتخب في المستوى، وهذه مناسبة مهمة لكرة القدم المصرية باش تستمر في التألق. ونتمنى إن شاء الله لإخواننا التوانسة كذلك التأهل، وكذلك المنتخب المغربي ان شاء الله يكونوا اربع منتخبات في كاس العالم. هذه مهمه جدا لكره القدم العربيه. صحيح. ونتمنى ان شاء الله التطور ان شاء الله. كابتن جمال بشكرك طبعا، كابتن جمال السلامي مدرب المنتخب المغربي للمحليين، بشكرك شكرا جزيلا. اكيد كابتن جمال بيتكلم على وليد وثقه الجماهير النادي لازم تزداد فيه، لانه من اللاعبين المميزين، وموضوع وقت كابتن مسلم طبعا عشان يتكلم شويه فرنساوي، فهو بيتكلم على الجزء النفسي صح، وجزء الثقه بالنفس بالنسبه له محتاج وقت. فبالتالي ايه عشان اقول لك بالظبط، بيتكلم على ايه؟ يكون في نفسي عن الثقه، وعنده الثقه الفتره ديت صعبه جدا. ثاني حاجه عنده اللي هو الباد شانس اللي ما قلت له، اللي هو بيتكلم زي ما هو بيتكلمه، عنده سوء حظ اللي هو التوفيق مش بلازمه، فلازم يبقى لك الفتره الاولانيه لازم بيتاقلم شويه بياخد. تمام يا كابتن مصطفى، خلينا نروح لتقرير عن عزة حماد اللي هو شيرين شمس وارجع.